السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيدنا جماعة يقول الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين. اللهم عجل
باسمه يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا قهار يا عزيز يا جبار، عليك باليهود والأمريكان الصليبيين ومن والاهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن والاهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الكافرين على إخواننا سبيلا. اللهم لا تجعل الكافرين على إخواننا سبيلا. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود، كيوم عاد وثمود. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اليهود والصليبيين وزلزلهم يا رب العالمين. اهزم اليهود والصليبيين وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم أكرم أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم تقبل منا رمضان، وتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم في هذا الشهر الكريم أعتق رقابنا من النار. اللهم يا عزيز يا غفار أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأبنائنا وأهلينا وإخواننا ومشايخنا ومن له حق علينا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سيدنا جماعة dan jamaah